المسيح، مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. أيضا برحب بأحبائنا على صفحة المرأة المسلمة في الفيسبوك. ما تنسوش أنكم تشاركوا الحلقة النهاردة على صفحاتكم. حلقة النهاردة عن مفهوم البطولة والأبطال في حياتنا. كل واحد مننا عنده أشخاص في حياته بيكونوا مثل أعلى لي، أو حد مثلا نحب إن إحنا نكون زيه في يوم من الأيام، أو يمكن حد نحلم إنه يكون في حياتنا، حد شخص ليه مواقف مؤثرة نحلم إنه يكون عندنا حد في حياتنا زيه. غالبا الأشخاص اللي بنتطلع إليهم دول بيكونوا متميزين بنوع من أنواع يعني الشخصيات القوية اللي احنا ممكن نقول على تأثير هذه الشخصيات بطولات. بنشوفهم في نظرنا إن إنجازاتهم اللي احنا بنشوفها دي احنا بنتطلع عليها أو بنبقى عايزينها في حياتنا. أحيانا البطولات دي بتبقى حقيقة أو ممكن تحقيقها في حياتنا، ممكن تكون دي حاجة إحنا نقدر نقوم بيها في حياتنا كخدمة أو دور في المجتمع مثلا، تكون أنت بتقدر تقوم بيه والناس بتشوفه كبطولة، زي مثلا الأم تريزا أو ماما ماجي أو يعني شخصيات زيهم بيقوموا بخدمات اجتماعية فيها بذل ذات وعطاء بشكل كبير جدا، لأنه حقيقة البطولة الجزء الأعلى منها هو العطاء. المسيح قال كده، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لكن يعني مثلا الأم تريزا أو ماما ماجي مثلا، مين يقدر ينكر أن دول مش بطلات إيمان يحتذى بيهم، وأن حياتهم كانت مليئة وما زالت لماما ماجي مليئة بالكفاح والصعوبات علشان يكملوا المشوار اللي هم شايفينه رسالة ودعوة والعالم يراه بطولة. البطل عادة ما بيشوفش نفسه بطل، البطل عادة بيكون شخص معطي. الله كرس قلبه لهذا يعني النوع من الحياة. والبطل مش بيكون أو الشخص اللي في حياته إنجازات مؤثرة كده، غالبا ما بيكون مش مركز ذاته ومش مركز المجتمع ومش مركز الحكاية ومش مركز العمل اللي بيعمله أو مش مركز الكون، لكن دائما بيكون عنده هدف أعلى والمخدومين في حياته هم الهدف. هنتكلم على النوع ده بالتفصيل أكتر في نهاية الحلقة. النوع التاني بقى، أحيانا إحنا بيبقى في حياتنا بنشوفها بطولات خيالية، زي مثلا سوبرمان أو الرجل الحديدي أو سبايدر مان وكده، وكل القصص الخيالية دي، على فكرة دي أفلامي المفضلة والحاجات اللي أنا بفصل بيها. يعني لو أنا عايزة أفصل شوية وما أفكرش في حاجة في الدنيا، أقعد أتفرج على ساعة ولا فيلم من الأفلام دي عشان أبقى يعني حاجة ملهاش اتصال بالواقع خالص، يعني ملهاش علاقة بالواقع، لكن دي حاجات نتفرج عليها لما نحب إن احنا نحلم، مش كده؟ في ناس عايشة مع هذه البطولات الخيالية، مش بتاخدها كفاصل في النص، لكن في ناس بتحلم انه بالفارس اللي هيجي يخلصها من مشاكل الحياة والعالم السحري اللي ممكن ينقلها ليه هذا الفارس. مجرد خيال ما ينفعش ولا يمكن تنفيذه في حياتك، زي مثلا كنا زمان بنتفرج على حلقات البايونيك وومن وستيف أوستن والراجل الأخضر والكلام ده كله، لكن أحكي لكم حكاية عن البطولات الخيالية دي، لما يجي ننفذها في حياتنا تحصل مصيبة لأنها مش حقيقية وما ينفعش إنها تكون في حياتنا. كان لوالدتي صديقة عزيزة جدا، كان عندها ابن صغير اسمه نبيل، ونبيل كان بيتفرج على ستيف أوستن، ولما كنا نروح النادي كان نبيل يجري ويلعب ويقول ستيف أوستن وينط زي ستيف أوستن. بس في يوم من الأيام نبيل وهو صغير قال ستيف أوستن ونط في حمام السباحة الفاضي
فرجله اتكسرت. طفل مش فاهم وبيعمل كده وفاكر ان هو فعلا البطل اللي هو بيتفرج عليه ده هو كمان ممكن يبقى زيه. هل انت ممكن تبقى زي بطل خيالي؟ هل البطولات الخيالية دي ممكن تأثر عليك؟ احيانا يعني الناس اللي بيبقوا مش متصلين بالواقع بيبقوا النوع ده من البطولات بيجذبهم وممكن يأثر على حياتهم ويفضلوا عايشين في اطار اللامعقول والحياة اللي ملهاش أثر على المجتمع اللي حواليهم. الناس اللي بتعيش بالشكل ده بيعيشوا في إطار أحلامهم فقط. لكن أحيانا في بطولات تانية، نوع من البطولات الأخرى اللي بتبقى بطولات مفتعلة مضاف إليها كتير، يعني بطولات مثلا تقدر تقول عليها مغلوطة أو مزورة، قصص حكايات. البطولات دي بتبقى مبنية على كذبة أو مبالغة، ودي هي البطولات اللي مليان بيها التاريخ العربي والإسلامي. خليني أقف هنا وأقول حاجة، يعني طبعا الأبطال اللي بيتكلم عنهم التاريخ، في أبطال حقيقيين بيتكلم عنهم التاريخ، وكل ثقافة بتحدد البطل ده هم سموه بطل ليه. لكن في مثلا زي هرقل مثلا، هيركليس ده من يعني من القصص الخيالية، ما هوش بطل حقيقي، لكن كمان القصص بتاعته دي قصص حد ألفها، قصص مكتوبة. لكن في بقى البطولات بتاعت الناس اللي احنا كان ليهم أدوار أو أسماء في التاريخ العربي أو الإسلامي أو في تاريخ أمة معينة، أو مثلا حكام أو رؤساء دول أو ملوك، أو تلاقي دائما مضاف إلى قصصهم قصص فيها تأليف وزيادة وبطولات زائفة. العربي بطل القصة، لما نيجي نحكي قصة عربي ويكون مثلا خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أي حد من دول مثلا، محمد نفسه والناس كلها المحيطين به، بلاش ده أبو زيد الهلالي، كل الأسامي دي، صلاح الدين طبعا ده مثلا من أهم الأسماء اللي روي عنهم الكثير وما كانش حقيقي خالص وكان يخالف تماما. اتفرج على فيلم صلاح الدين ده حاجة، ده أحمد مظهر مش صلاح الدين. صلاح الدين الحقيقي لم يكن بهذه الأخلاق، ولا كان راجل يعني له حتى قوام روحي، ولكنه كان قتل قتلة، يعني صلاح الدين كان قتل قتلة. فالبطولات العربية بقى في القصة ما يكفيش انك تكون قوي، فيخلوا لك مثلا ايه، ان هذا الرجل له قوة 100 رجل او 1000 فارس مثلا. ما ينفعش نقول انه هذا الرجل كان شديد الذكاء او شديد الدهاء، ولكن نقول انه كان امير الدهاء. ما ينفعش تقول كريم، لا، ده اكرم خلق الله. لما العربي يحب يمرض حبا، ولما يقتل يثخن قتلا. مبالغات يختص بها هذا النوع من البطولات اللي مهما عملت لا تستطيع برضو انك تقترب منها، ولكنها بتؤثر عليك. وهذا النوع من البطولات بقى بيخلق انصاف آلهة زي التراث الإسلامي كده. ما في الكثير من الأسماء اللي هذكر بعضها النهاردة، بعضها أسماء مشهورة ومعروفة وقصصهم مشهورة ومعروفة، ولكن الوجه الخارجي، المبالغات والزيادات، الإضافات لهذا البطل هي المعروفة، ولكن الحقيقة هي اللي مستخبية تحت إيه؟ تحت الترابيزة. النوع ده من البطولة موجود بشكل واضح جدا في الثقافة الإسلامية، وزي ما قلت كل ثقافة بتصنع أبطالها بالشكل المناسب لمبادئها ومكوناتها، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقة النهاردة اللي أنا سميتها لكم أبطال الإسلام وكتائب الموت. الحقيقة أنا كنت هسمي الحلقة بس أبطال الإسلام، لكن لقيت أنه أنا هقدم لكم قصة من قصص أحد الأسماء الشهيرة عكرمة،
وهو كان بيقود كتيبة من كتائب الموت، ولقيت أنه حقيقة كل بطل من الأبطال المسلمين اللي حدمه لكم النهاردة هتلاقوه في الآخر كان بطل يقود كتيبة من كتائب الموت. بصراحة لما بفكر في الشخصيات الأساسية عبر التاريخ الإسلامي بجد صعوبة كبيرة النهاردة، لأني كمسلمة سابقة أنا بحارب نفسي بقى وأنا ماشية كده اللي أنا عارفاه من السابق وإلا أنا قريته وبشوفه في التاريخ دلوقتي. كنت زيكم كده، أنا لما مسمع عن عمر مثلا أو أبو بكر أو خالد أو عمرو أو كده طبعا أقول يعني إيه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن اللي شفته بعد كده يعني خلاني أغير رأيي. كنت زمان ببقى قابلة كل اللي بيتحكي لي عن هذه الشخصيات حتى لو فيها يعني إيه شوية دم زيادة شوية قتل زيادة كلام من ده، لكن دايما كنت ببقى قابلاه لأنه طبعا دول شخصيات بطولية وأمثلة يحتذى بيها على مدى التاريخ الإسلامي كله، وأنا شفهمني يعني وإنت كمان شفهمك يعني تقدر تقول لأي شيخ خالد بن الوليد ده ما كانش رضي الله عنه ده كان قتل قتلة؟ ما تقدرش، لأنه محمد قال عنه سيف الله المسلول، مش كده؟ النهاردة بعد ما درست فهمت إن من المستحيل أن يكون هؤلاء هم الأبطال اللي إحنا يعني نشير إليهم للأجيال القادمة. خلينا ناخد بعض الأمثلة النهاردة، بس هرجع أقول لكم تاني خطورة ما يعلمه التراث الإسلامي عن هؤلاء الرجال، إن هم دول الأمثلة اللي يحتذي بيها أولادكم اللي بيخرجوا علشان يتعلموا من الدواعش. البغدادي ما يفرقش أي حاجة عن خالد بن الوليد، ده سيف الله المسلول وده أمير المؤمنين اليوم. أبو بكر الصديق لا يختلف عن البغدادي اليوم في شيء، والبغدادي يفتخر أنه زي أبو بكر الصديق. أبو بكر مثلا كان أول الرجال المسلمين، ويمكن تكونوا سمعتوني قبل كده قلت أنه أنا كنت دايما بشوف أن أبو بكر ده كان راجل معتدل، ما كانش في بالي خالص كل اللي قريته عنه واللي فهمته عنه واللي بيقوله التاريخ عنه وأعماله الواضحة. وهو يعني زي ما الكتاب بيعلمنا من ثمارهم تعرفونهم. هو كان أول الرجال المسلمين، وأخذ الدين والتعليم من محمد، كان موجود وأساسي في كل القرارات اللي اتخذت في البداية مع محمد من البداية للنهاية، يعني كان موجود ومحمد بيحضر لأول السرايا اللي عملها عشان يسرق قريش ويسرق مال الناس. أبو بكر الراجل المحترم يعني المفروض إن هو كان من كبار القوم في قريش بقى عملوا إيه؟ قطع طريق، وكان مشترك في مسألة قطع الطريق على أهله، يعني مش بيقطعوا الطريق على حد تاني، لا دول قطعوا الطريق على أهلهم، فكان مشتركا في ذلك، كان مشترك في كل غزوة غزاها محمد، كان أبو مراته الصغيرة عائشة وسنده الأساسي طول الدعوة. تخيلي كده انتي وانتي بتسمعيني، كل امرأة مسلمة بتسمعني النهاردة وكل يعني شخص بيفكر، لو ابو بكر ده هو ابوكي وجوزك لصاحبه وانتي عمرك 6 سنين 9 سنين، هل هيكون ده بطل في حياتك؟ كل واحدة مننا بتبص لأبوها على انه البطل في حياتها، على انه حد يحتذى بيه، مش كده؟ لكن كتير مننا اكتشفنا ان الإسلام جعل اهلنا لا يصلحوا لهذا لهذه المكانه، لانه النهارده بسبب سماح ابو بكر بجواز بنته في بناتنا بتعمل فيهم كده النهارده. ايه رايك لو انت مرات ابو بكر وخد بنتك من حضنك وجوزها في السن ده الراجل قد جدها،
لكن الحقيقة النقطة الهامة في حياة أبو بكر اللي أنا عايزة أركز عليها، بالرغم من أنه كان يعني في الحكاية الإسلامية بتصوره على أنه راجل حكيم ومساند ومجاهد مع محمد طوال الدعوة الإسلامية، وحتى أصبح أول الخلفاء الراشدين، إلا أنه كان رجل حرب وليس رجل سلام أبداً. ودي حاجة مهمة جدا. هو خاض وقاد كل الحروب مع محمد بكل بشاعتها وتحدياتها، كان موجود ومحمد بيتبلى على بني النضير ويخلص عليهم ويطردهم وياخد أموالهم، وكان موجود وكان من المنفذين في مذبحة بني قريظة مثلا، مش كده؟ والدليل الأكبر على إنه رجل حرب هو إن حروب الخوارج والردة كانت أول وأهم قراراته كخليفة المسلمين. وعبارته الشهيرة: والله لو منعوا عني عقالا كانوا يؤدوه لرسول الله لحاربتهم عليه. الناس بقى اللي إخواتي المسلمين بقى اللي قاعدين يسمعونا، وأنا كمان، كنا نقول إيه؟ الله أكبر، تكبير، ونبقى فرحانين بقى عشان يعني بيدافع عن الإسلام. لكن النهاردة لما فهمت لقيت أنه بالعكس ده كان قرار في منتهى الخطورة وله تبعيات خطيرة جدا. أبو بكر الصديق كان رجل دماء، فأصبح مثل يحتذى به في أهم الحروب الإسلامية لفرض السيطرة وكسر أبسط قواعد الحرية الإنسانية، وهي حرية الاختيار والعبادة. اسمعوني وانا بقولها تاني، من اعظم الامور الخطيرة اللي قررها ابو بكر في خلافته انه قرر انه ممنوع حرية العبادة، ممنوع حرية الاختيار. انت دخلت الاسلام هتخرج منه من غير رقبتك. هو ده اللي عمله ابو بكر. من اكبر مشاكل الاسلام النهاردة إنه هذا البطل الإسلامي بقراره هذا أثبت فكرة خلط الدين بالدولة وأسس ليها، فأصبحت الدولة الإسلامية قوة سياسية وليست قوة دينية وليست دعوة دينية. الدماء والسلطة والمال من علامات عصر وخلافة أبو بكر الصديق، وتراثه وميراثه إلى اليوم بيعاني منه المجتمع الإسلامي. فصل الدين عن الدولة من المعارك اللي احنا ورثناها النهاردة عن أبو بكر، مش محمد لوحده. خليني أقف هنا واشرح ليه ان دي من أكبر خطايا أبو بكر الحقيقة. يعني دي جريمة غيرت التاريخ. لو كان محمد حقيقة رسول من إله وعنده دعوة معينة لعبادة هذا الإله، عادة الرسول بيأتي برسالة من الله، هذه الرسالة مؤداها إنه يا جماعة بصوا لربنا واعبدوه، غيروا أنفسكم عشان تعبدوه، علشان تعيشوا معاه، ده اللي احنا كنا عارفينه، مش كده؟ ولكن الحكاية ما كانتش كده، الحكاية كانت تأسيس لدولة من الأول. مات محمد والصحابة ابتدوا يمسكوا بعده. لو كانت المسألة اللي استلموه منه دين، حياة، معاملة، الدين المعاملة زي ما قالوا لنا، كانوا ركزوا على الدين وأقاموا دولة. يعني كان ممكن يبقى أبو بكر الصديق مثلا مفتي الدولة، ولكن يكون عمر قائد البلد. لو كان في قائد ديني وقائد سياسي كان حصل الفصل بين الدين والدولة، ولكن لأن الإسلام دين ودولة، هذا ما قرر الكل ملموم على بعضه. الإسلام شمل كل شيء. أنت ممكن النهاردة تقول لو ما فيهاش حاجة يعني من الإسلام دي له دولة، يعني دي حاجة إحنا اتربينا على إنها دي حاجة كويسة، مالها الشريعة؟ يعني الشريعة تصلب حقك في الحرية والاختيار، واختيار من تعبده واختيار من لا تريد أن تعبده. مش كل إنسان مؤهب للعبادة على طول كده، مش كده؟ مش كل إنسان عنده يستطيع إنه يعني يفتح قلبه لله كده من غير فهم. ولكن الشرع الإسلامي يقول لك قول الشهادة، صلي الكم صلاة وخلاص، وهو كده أدي الفروض وخلاص، وهو كده.
المقارنة بين اللي أنا قلته بقى وبين أبو بكر الصديق كواحد تلا محمد، والمفروض أنه لو كان استلم منه دين كان وصل دين، لكن هو وصل سياسة. المسيح بعد الصلب والقيامة قعد مع تلاميذه وعلمهم وإداهم رسالة وأرسلهم للأمم. كانت الرسالة اللي بعت بيها التلاميذ للمسيح التلاميذ للأمم هي رسالة خلاصية، هي رسالة محبة الله، هي قصة حب الله للبشرية ودعوة لحياة مع المسيح وحياة مع الله وعلاقة مع الله، لم تكن دعوة لبناء إمبراطوريات أو ملك أو، فلم ترى تلميذ أو مبشر أو رسول من رسل المسيح حاكم بلد، ولكنهم كانوا أقل الخدام للجميع، لأنه دي الرسالة. أوكي. خليني أخذ مكالمة، مين معانا؟ طيب أوكي، الخط وقع، معلش يا جماعة، يعني أحمد اتصل تاني لو أنت سمعنا، أنا أسف. أوكي، فهمتوا الفرق؟ عندما يترك المسيح رسالة ودعوة للخلاص يختلف الأمر عن أنه دعوة الخلاص دي هي أعطاء المسيح الذي أعطى الكل علشان إحنا يكون لنا حياة أبدية، حياة معه، أوكي، علشان نحب الحياة اللي يعطيها لنا الله. لكن نشوف أنه جميع من أتوا بعد محمد وجميع من أرسلهم محمد كانوا يأتوا بالموت وليس الحياة. خلينا نتكلم عن أشهر الشخصيات اللي بنسمع عنها. لما تحط مثلا اسم خالد بن الوليد، لو حطيته على يوتيوب هتلاقي بقى أفلام ومسلسلات وحاجات زي كده. من أشهر عباراته قال كده إيه؟ إنما نحن قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أن دماءكم أشهى وأطيب الدماء. نحن قوم نحرص على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. كان بيكلم أحد القادة اللي هو راح يواجهه. نحن نحرص على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. على فكرة الله الحقيقي مش عايزك تحرص على الموت، لأنه أعطاك حياة أبدية. بالعكس، الموت نهاية لحياة بالخطية، لكن الحياة في المسيح هي بداية لحياة أبدية. بس شوفوا الفكر، هذا هو، ده مش كلام خالد بن الوليد لأنه خالد بن الوليد اللي ألفه، لا، هذا ما تعلمه. واليوم نحن نرى أقوام تحرص على الموت لأنهم تعلموا ذلك من أبطال الإسلام. خلينا نشوف الفيديو ده بيتكلم عن بعض بطولات خالد بن الوليد، تفضل. عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. حينما حشدت الروم جيشا جرارا لتقضي على دولة الإسلام، قال الصديق رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، والله لأذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. قبيل بدء معركة اليرموك، قام ماهان قائد جيش الروم يحقر من شأن خالد وجيوشه، فقال: لقد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، فإن شئتم أعطيت كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، وترجعون إلى بلادكم، وفي العام القادم أبعث إليكم بمثلها. فانتفض خالد كالليث الهصور، وعزة المؤمن المفعم بالإيمان تملأ جنبات روحه، ونظر إليه نظرة مرعبة وقال: إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أن دماءكم أشهى وأطيب الدماء، فجئنا لذلك. نحن قوم نحرص على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. حينها علم قائد الروم أنه لا فرار من مواجهة هذه الوحوش الضارية، فاستعدت الجنة بزعفرانها وحورها وقصورها لاستقبال أحبتها من شهداء المسلمين،
كما زفرت جهنم بأفاعيها وزقومها وغسلينها وسلاسلها وتأهبت لاستقبال قتل المشركين. ثم صلى خالد الفجر بجيشه وطفق يستنفرهم ويقول: لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فاستبشر الجند وتحمسوا، ثم دارت رحى الحرب الطاحنة تطحن جيوش المشركين. وانطلق خالد بجيشه اللجب، وامتشق حسامه يجندلهم قتلى وصرعى، وما هي إلا لحظات حتى نادى المنادي: الله أكبر، نصر الله جنده. وفر قائد الروم هاربا إلى حمص ليخبر إمبراطور الروم بخسارة جيشه الفادح. فسأل هرقل عظيم الروم جنوده: من الذين يحاربونكم؟ أبشر أم شياطين؟ كيف يهزمونكم وأنتم أكثر منهم في كل موضع وتفوقونهم في العدة والعتاد؟ فقام أحد قادته وقال: إن الذين يحاربوننا بشر، لكنهم ليسوا كالبشر. فقال: كيف ذلك؟ فقال: إنهم يقومون الليل ويصومون النهار، إذا جن الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فإذا ما أشرقت الشمس فإنهم أسود فرسان، أما نحن لا نصوم ولا نصلي، لا يشربون الخمر ونحن نشربها، لا يأتون الفواحش ونحن نعاقرها ليل نهار، وما من واحد منهم إلا ويتمنى أن يموت قبل صاحبه، يحملون علينا ونحن نحمل عليهم فيصبرون، أما نحن إذا حملوا علينا فلا نصبر. فانتفض هرقل قائلا: لئن كانوا كما قلت فوالله ليملكون موقع قدمي هاتين. طيب بس علق الأول على شايفين يعني إزاي تسرد قصة خالد بن الوليد. أنا جبت لكم بس حتة جزء صغير قوي من كل الحكاوي اللي حكوها، لكن شايفين إزاي المبالغات في يعني الكلام عن شهامة وشجاعة خالد وكده. لكن يعني دايما أما تقرأ حاجة زي كده أو يعني تسمع حاجة زي كده لازم تفكر، ما هو إذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل. يعني الراجل اللي بيحاربه ده الفرس الروم، أي حد هو بيحاربه هيروح يقول للقائد بتاعه: إحنا عايشين في الفواحش وهم مش عايشين في الفواحش، نحن نشرب ونعاقر الخمر وهم لا يلمسونها، هم بيصلوا ونحن لا نصلي. وهم الناس دي كانت بتفكر في الكلام ده ولا شايفة ان الكلام ده خطية ولا مش خطية ولا نعاقر الخمر؟ كلام غير معقول، يعني غير معقول خالص. كمان الجيوش اللي كانت بتخرج للحروب دي من اذا كانت الرومان او الفرس، دي كانت يعني جيوش في منتهى القوة، منظمة، الجنود اللي بيخرجوا فيها ليهم بطولات معروفة، وبيبقوا خارجين برضو بايعين نفسهم زي اللي خارجين يحاربوا من المسلمين، بياخدوا مرتبات وعندهم برضو نزعات يعني بتخليهم يبقوا عايزين ينتصروا لدولتهم. فيعني كان في تساوي في الناحيتين، ولكن المسلمين كانوا جيش من الجيوش المتوحشة. يعني دي حاجات حقيقية حصلت. فيعني سرد الأمور على أنه يعني كل واحد من يعني الجنود المسلمين دول بألف راجل وألف كلام حشو، بطولات خيالية يصنعها كتاب التاريخ أو مغالطين التاريخ، خلينا نقول ده. بس أديكم مثل، شوفوا في إسلام ويب أما بيجي يتكلم على خالد بص بيقدمه إزاي. بيقول: ابن المغيرة ابن عبد الله، مش عارف خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن كذا ابن كذا ابن كذا، سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمور الأمير الكبير قائد المجاهدين أبو سليمان القرشي المخزومي المكي وابن أخت كذا وكذا. كل ده عشان تقول خالد ابن الوليد، عشان you know. بس تعالوا بقى
نشوف الحشو بتاع خالد بن الوليد إيه؟ ما يميز خالد بن الوليد؟ خالد كان يحارب المسلمين قبل أن يدخل في الإسلام، زيه زي كتير من الصحابة. بعد دخوله الإسلام خرج في معركة مؤتة مع تحت قيادة ناس تانيين في الجيش. فمحمد قال إذا فلان مات القائد فلان يمسك، إذا فلان مات فلان يمسك، وبعدين اختاروا لكم حد تاني. فاللي عينهم محمد ماتوا، والناس اتفقوا على أنهم يمسكوا خالد القيادة. وخالد أخذ نصر كبير جدا، لأنه كان مخطط يعني حربي ممتاز، هو راجل عنده خبرته الحرب. ومحمد لذلك كان فرحان بوجود خالد في وسط المسلمين. لكن بعد انتصار خالد في الحرب دي اللي هو عمل فيها تكتيك ممتاز جدا، رجع ومحمد قال له أنت سيف الله المسلول. فبقت دي يعني سمة خالد، وأعطته الصفة البطولية دي في وسط المسلمين. لكن خالد كان لا يتعامل بإنسانية في هذه الحروب، كان بيقتل الناس لأهدافه الخاصة. فإحنا كلنا عارفين قصة ملك ابن النويرة، ولكن قصة ملك ابن النويرة ما كانتش هي القصة الوحيدة اللي بتورينا إن خالد عمل يعني حروب قتل فيها ناس بلا ذنب. لا، ده كان فيه العديد من القصص، هقرأ لكم بعضها النهاردة. وإحنا بنقرأ ده عايزكم تعرفوا إحنا دايما بنتكلم على إيه، بني قريظة وقد إيه كانت مذبحة كبيرة، لكن كان هناك مذابح أخرى لا يتكلم عنها التاريخ، وتلاقيها لما تيجي تدور على تحت اسم حد تاني. وخالد كان من أشهر الناس. طبعا خالد خرج في يعني في مكان مركز قيادي مهم جدا في حروب الردة تحت قيادة أبو بكر أيضا. لكن عايزة أقرأ لكم حاجة عن خالد، أنه كان شخص أيضا عنده في حياته أمور مضطربة. فراح لمحمد في يوم من الأيام بيقول كده عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية، أن خالد بن الوليد قال يا رسول الله أن كائدا من الجن يكيدني. فمحمد قال له قول كذا، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ذرى في الأرض وما يخرج وكذا وما يخرج منها وهكذا. الإنسان، أنا ليه وقفت عند الحتة دي؟ الإنسان اللي مرتبطة حياته بالدماء وبالشر، بيكون داخل في إطار حياته التعامل مع الشياطين، لأنه قلب الله الحقيقي يقودنا إلى حياة السلام. لكن التعامل مع الشيطان يقودك إلى أنه الشياطين تدفعك لده وتضايقك برضو أنت بتعمله، يعني مش هتسيبك لحالك، لا هتضايقك برضو أنت بتعمله. أوكي. بيقولوا كده عن خالد، أنه خرج في بعته محمد لبني جذيمة، فقتل وأسر الناس اللي فيهم، جاب الرجالة كده وقطعهم وأثر الناس اللي فيهم. فلما راحوا نجي منهم واحد وراح رجع لمحمد عشان يقوله، فراح محمد رفع ايدي كده وقال له اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يعني أنا ماليش دعوة رب ده اللي عملها وأنا مالي، أنا أبرأ إليك. عزله، عقبه، قال له أي حاجة؟ لا. نكتشف بعد كده ليه خالد عمل كده، لأنه اللي دايما يكشف لنا الحاجات دي بقى مين؟ عمر. فعمر يقول له كده انت قتلت ناس مسلمين، انت قتلتهم علشان واحد منهم قتل ابوك. قال له اهو، انت شعرفك انا ادرى بيهم من انت شعرفك. هو كده صح كده. يعني ده واحد مش ما عندوش هدف عسكري ولا هدف سياسي ولا هدف ديني، لا ده بيقتل ايضا لاهداف خاصه، ولانه الاسهل له كده واللي هو طبيعته بتقول كده. بعد كده هنشوف انه اما بعته ابو بكر بيقول كده، فبعت ابو بكر اليهم خالد بن الوليد، ده في لقبيله اسمها بني سليم
اللي كان فيهم ردة، بعت لهم خالد ابن الوليد فجمع رجالا منهم في الحظائر ثم أحرقهم. فقال عمر لأبي بكر: أتدع رجلا يعذب بعذاب الله؟ قال: والله لا أشيم سيفا سله الله على عدوه. ثم أمروا فمضى بي إلى مسيلمة، يعني طلعوا من الحرب دي وراح بعتوا بقى للحرب التانية عشان يحارب مسيلمة الكذاب. محمد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، عشان خالد يعز الإسلام بسيفه، وهو سيف الله المسلول هيرجع في كلامه. وأبو بكر أيضا لم يستطيع أنه يرجع في كلام محمد، وقال لك أنا يعني ههزق راجل محمد قال عنه ده سيف الله المسلول، ده أنا هدخل كده في يعني هكسر كلام ربنا. أدي you know قصة من القصص في حياته. القصة المعروفة عن خالد ومالك بن النويرة أنه لما راح وأخذهم كلهم بالسيف وخرجت مرات مالك بن النويرة بتبكي على جوزها حضنته، فراح زقها وقال لها: أنت يعني أنت قتلتيني، لأنها كانت ست جميلة جدا، ولما شافها خالد قتله فعلا، مع أنه كل اللي حواليه كانوا بيقولوا له: لا دول مسلمين. قال له: أنا مسلم، أنا بصلي. قتله، ذبحه واتجوزها في نفس الليلة. اتجوزها بقى دي يعني كلمة مهذبة على اللي حصل لها في نفس الليلة. اوكي، حاجة قالها، عبارة قالها خالد يمكن ما تكونوش سمعتوها قبل كده. بصوا بقى بيقول ايه كده خالد عن ابي خالد عن مولى لآل خالد بن الوليد، ان خالد قال: ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب احب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح يعني أصبح فيها العدو، يعني أحارب فيها العدو الصبح. ده قائد كان خارج لهدف ديني، ولا قائد كان خارج لمتعة شخصية، يعني لعظمة هو بيملى نفسه فيها. هذه البطولات ليست بطولات تضاف إلى شيء نحتذي به، بل إنها يجب إنه المسلمين النهاردة ينظروا إليها ويقولوا إنه دي حاجات يجب إنها تمحى من التاريخ وتدان كما يحق لها أن تدان. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده، تفضلوا. هناك في وادي اليرموك، عندما أوشك نصف مليون من الروم على تدمير جيش المسلمين بعد أن قاموا بمحاصرتهم من كل جانب، تناول البطل الإسلامي الفذ عكرمة بن أبي جهل سيفه وكسر غمده، واتخذ القرار الأصعب على الإطلاق في حياة أي إنسان، لقد اتخذ قرار الموت، فنادى بالمسلمين بصوت يشبه هزيم الرعد: أيها المسلمون، من يبايع على الموت؟ فتقدم إليه 400 فدائي من فدائي الإسلام، فكونوا فيما عرف في التاريخ باسم كتيبة الموت. عندها اتجه خالد بن الوليد نحو عكرمة وحاول منعه من التضحية بنفسه، فنظر إليه عكرمة والنور يشرق من جبينه وقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني، ولقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم؟ إن هذا لن يكون أبدا. فانطلقت كتيبة الموت الإسلامية، وتفاجأ الروم بأسود جارحة تنقض عليهم لتدكدك جماجمهم، وتقدم الفدائي تلو الفدائي من وحدة كتيبة الموت العكرمية نحو مئات الآلاف من جيش الإمبراطورية الرومانية. طيب يعني عكرمة بيتقال كده اسمه عكرمة ابن أبو جهل. أنا يعني بتعجب إنه عكرمة بعد إسلامه وحربه مع المسلمين ونصرته للمسلمين وكل ده، يفضل برضو يتقال عليه انه عكرمة ابن ابو جهل. حتى
حتى ليس احتراما، اللي هو كان عم النبي يعني عم محمد، المفروض انه محمد يعني يشفق على ابن عمه، بلاش يفضل على طول يلحق به انه ابن ابو جهل. ما كان يقول عكرمة ابن ابي الحكم، ما يجي يتكلم على ابو جهل يقول ابو جهل، مش ممكن كده. ولكن النظارة الإسلامية ليس فيها رحمة بالمرة. النظارة بتاعت المؤرخ الإسلامي والمصمم الإسلامي والمتكلم، الصوت اللي في الإسلام، الصوت الشيطاني ده، ليس فيها رحمة بالمرة. قصة عكرمة هي قصة تمثل اللي احنا بنشوفه النهاردة من الفدائيين. أمثلة هذه القصص في التاريخ والتراث الإسلامي هي اللي بتخلي واحد يحط قنبلة على ظهره ويقول أنا رايح للقاء رسول الله، مش عايز منه حاجة. يعني على فكرة القصة دي حصلت، المفروض يعني أنه عكرمة لما قاد كتيبة الموت دي 400 راجل اللي دخل بيهم علشان يفتح ثغرة في جدار الجنود اللي أمامه، بص اللي جنبه كده وقال له أنا إني ذاهب للقاء رسول الله، يعني مش عايز منه حاجة، يعني أجيب مش عارفة يعني بعشر سغيبنا، مش عارفة يعني إيه اللي عايز يقوله له، تحب إيه؟ فقال له ليه هتعمل كده يعني؟ قال له لا، أنا لازم أدفع الثمن إنه أنا أذيت رسول الله وأبويا أذى رسول الله، فأنا هروح أموت في سبيل رسول الله. الإله الذي يطلب منك إنه يكون ثمن خلاصك موتك ليس إله، ولكنه جزار، ولكنه شيطان يريد موتك لهلاكك. لأن الإله الحقيقي يعطيك حياة، لا يريد موتك بل حياتك، يريدك إنه يكون ليك فرصة لأنك تخلص وتخلص الآخرين بشهادتك، بحياتك، بعمل نافع يعطي رجاء للناس، مش إنك تروح تموت علشان هو يحيا. الله في الكتاب المقدس بيقول كده، أنا أدافع عنكم، أنا أحارب عنكم، أنا أتقدم عنكم، أنا أقود الطريق، أنا الطريق أمامك أمهد. كل ده الله بيعمله لينا علشان نسير معاه بشكل يدينا فرصة أن احنا نكون مثل حي لمحبة الله في حياتنا للآخرين. لكن البطولات اللي بالشكل ده في التراث الإسلامي مرة أخرى يجب أن تمحى، لأنها تؤدي إلى أن شباب الغد هيفضل دايما فيهم المنتج بتاع الفدائي اللي بايع نفسه. الله الحقيقي بيقول لك أنا اشتريك يا ابني، أنا دفعت دمي فيك عشان أنت تعيش ويكون لك حياة ويكون لك أفضل. دي حاجة مهمة قوي ان احنا نفكر فيها. انا يا جماعة انا عايزة الفيديو الاخير، لانه الحقيقة يعني وقت الحلقة بيمر بسرعة، خليني اخد الفيديو الاخير قبل ما ادخل في قصة اخرى. ادوني دقيقة قبل الفيديو، كنت حوريكم فيديو عن بطل من الابطال المسلمين اللي بيتكلم عنهم التاريخ الاسلامي، وهو طليحة ابن خويلد الاسدي. طليحة ده يعني كان قبل الإسلام، كان بيقولوا عليه إنه كان كاهن وكان رجل محارب وكان ضد الإسلام وقتل ناس من المسلمين، يعني اتقال عنهم إن هم من أبطال المسلمين، وقتل واحد من المبشرين بالجنة والكلام ده كله. لكن الحقيقة أنه أسلم وبعدين رجع تاني في كلامه لما مات محمد وادعى النبوة. وما تيجي تسمع عنه وتسمع حكايته كده، ما كانش بس ادعى النبوة، لا ده كان بيدعي أن جبريل بيجيله كمان. على فكرة دي مش حاجة يعني غريبة في العصر ده، لأنه في الوقت ده كان في أنبياء كتير بيطلعوا يقولوا أنا نبي وبيجي لي جبريل، أنا نبي وبسمع كذا، أنا يعني مش بس مسيلمة والراجل ده، كان فيه كتير.
وده كان واحد منهم. وبعدين لما اتزنق رجع في كلامه وابتدى يحارب بقى مع المسلمين، وكان من أحد الأبطال اللي بيتقال عنهم في أبطال المسلمين إنه كانت يعني كان بألف راجل، وإنه لما كانت الجيوش بتشوفه دخل مش عارفة كانوا ماشيين في سفينتين وشايف سفينة الأعداء، فقال لهم احملوني على الأعناق والقوني إلى السفينة الأخرى، فقطع في الناس وحرق في الناس وقتل الناس. تعظيم بقى وتفخيم في شخص كان من المعروف عنه إنه إنسان يعني بيستغل الفرص، وإنه بيتغير مع تغيير يعني بيغير رأيه مع تغيير القيادة، مع تغيير الظروف، مع الزنقة. يتزنق هنا ياخد مراته ويهرب ويروح يعمل يعني يبتدي قصة في حتة تانية وهكذا. هدفي من إن أنا أتكلم عنه، ممكن أنكم تقروا عنه يمكن أكتر هتفاجئوا بحاجات كتيرة مكتوبة عنه. هدفي أني أتكلم عن الراجل ده أنه لو قارنت الراجل ده مثلا بالرسول بولس، هل يعني أما بنتكلم عن الرسول بولس كنا بنقول أنه الرسول بولس قبل ما الرب يدعوه كان إرهابي، كان بيساعد على قتل المؤمنين مش كده، كان واقف في أول مشهد لرجم استفانوس في الكتاب المقدس، يعني أحد الشخصيات الهامة جدا في الكتاب المقدس. إيه الفرق بقى بين واحد زي بولس غير حياته والرب دعاه، وشخص زي الشخص ده اللي اسمه طليحة؟ بولس الرسول عندما تغير، تغير قلبه، تغير فكره، تغيرت حياته، فأصبح بركة للكثيرين، وأصبح أيضا أداة لأن يستخدم بيد الله. الله ملاه بكلمات الحكمة والنعمة والرسالة، فأصبح موصل لرسالة المسيح، فأصبح أداة في يد المسيح، وأصبح من أهم الناس اللي علمتنا عن الإيمان المسيحي النهاردة. هو ده الفرق. لم يرفع يده، ضرب هو، اتهان هو، اتكسر هو، اتحبس هو. ها؟ أما تشوف كده ألام الرسول بولس اللي مر بيها إيه؟ مش هتلاقي إنه رفع يده على حد أبدا، ولكن كان سبب بركة حتى وهو في الأسر، كان يكتب رسائل فرح وتهلل وبركة وعظمة في محبة الله وهو أسير في سلاسل. الفرق بقى بين ده وده، ده واحد استخدم سيفه واستخدم ذهنه واستخدم قدراته على الضحك على الدقون يعني علشان يعيش ويبقى له سلطان. خلي بالكم ان الناس دي كانت بتخرج تحارب علشان بتاخد نصيب في الغنائم، مش طالعين احنا دايما نقول ده طالعين بقى لوجه الله والجهاد، لا، كان في اللي طالع عشان يموت عشان يفوز بالجنة، وكان في اللي طالع علشان ياخد الغنيمة، زي خالد بن الوليد كده، كان عنده فلوس لا حصر لها، والكثيرين كلهم مش كده. خلينا بقى نشوف الفيديو الاخير ده. الفيديو الاخير ده يخص يعني الخلاصة، مين المصدر، مين الأساس؟ محمد ونتيجة تعليمه واللي احنا شايفينه ده يعني الناتج النهاردة على الأرض ايه. تفضلوا. أما القرآن والسنة هذه إفراز مرحلي من إفرازات الحالة التي كان يعيشها النبي في ذلك الزمان، الحالة الثقافية والحالة الأخلاقية والحالة الاجتماعية. القرآن والسنة إفراز لهذه الحالات، للثقافة. قل لي مثلا بربك، نأخذ السنة، هذا القرآن، نأخذ السنة، هل يمكن أن يتزوج أحدكم بتسعة أو عشرة أو عشرين؟ إذا نريد أن نقتدي بالنبي، هذا يقول الزواج النبي خاص بالنبي، صح، خاص بالنبي. زين، تزوج
وأحد زوجاته عائشة عمرها 9 سنوات، وزوج علي من فاطمة 9 سنوات. هل يمكن الاقتداء بسنة النبي الآن؟ النبي في معركة واحدة، غزوة بني قريظة، قتل 600 أسير من يهود بني قريظة. هل يجوز الآن قتل أسير واحد؟ الآن منظمات حقوق الإنسان ومقرات جنيف فيما يتعلق بالأسرى تحدد كيفية التعامل مع الأسرى، وبعد ذلك نقلهم إلى بلادهم في عملية تبادل الأسرى. أما النبي قتل في معركة واحدة وفي ساعة واحدة، هذا كل التواتر موجود سيرة النبي والقرآن أيضا يشير إلى الواقع. قتل 600 أسير، أسرى يعني مكتفين، بجرم أنه 2 أو 3 من زعمائهم خانوا بالنبي، خوان اقتلهم. جميع الشباب من عمره 14 سنة إلى كلهم، وليس فقط هذا، استيلاء على أطفالهم ونسائهم، وزعوا النساء على المجاهدين الأبطال في هذه المعركة، وباعوا أطفالهم بالسوق النخاسة. هذه هل يمكن الاقتداء بهذه السنة المباركة الآن؟ مثلا النبي أرسل خادم الوليد إلى قرية، إلى قبيلة، قبيلة كانت في الجاهلية كان على عداء مع خادم الوليد، فعندما وصل إليهم وكان يحمل في قلبه ضغينة من زمان الجاهلية خافوا منه، قالوا بابا نحن مسلمين ما عندنا شيء ويا النبي، فما يخالف يعني ما يخالف، عزل الرياجيل النساء وأمر بقتل جميع الرجال. وصل واحد نجا من هالمذبحة الجماعية، جاء إلى النبي وقال شنو دزت إن هذا المجرم هذا خالد الوليد قتل كل إحنا بس فقط أنا نجيت. ماذا فعل النبي؟ هل قدمه للمحكمة؟ هل اقتص منه؟ هل غرمه؟ فقط اكتفى بأن رفع يده بالدعاء، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، قالها 3 انتهى الموضوع، و50 رجل راحوا تحت التراب. طيب الكلام اللي قاله السيد أحمد القبنجي ده مش لأنه هو أنتوا مش هتوافقوا عليه أو على شخصه أو على بيقوله، هو قال حاجات مكتوبة في الكتب والتاريخ الإسلامي. في حد كتب لي على الفيسبوك ده دلوقتي بيقول لا تسمعوا لهذه الحاقدة، تصديقها تكذيب للقرآن، لكلام الله تعالى الذي وصف نبيه بالخلق العظيم وأنه رحمة للعالمين. هل الله يكذب؟ نعم، إله الإسلام يكذب، وأنا بقول لك بمنتهى الأمانة أخويا وأنت بتسمعني النهاردة، أنا أسفة إن الكلام ده صادم ليك، ولكن الحقيقة إن إله الإسلام يكذب، لأنه لا يمكن أن يكون محمد رحمة للعالمين، لأنه محمد شخص عاش حسب أهواءه الخاصة وقاد الناس حسب أهواءه الخاصة، كان من أهم الناس عنده هم المنافقين اللي حاولوا إن هم يقتلوه، والمؤلفة قلوبهم لأن ده ينفع الوقت اللي هو عايش فيه، ينفع قضيته اللي هو بيحارب من أجلها، ينفع الدعوة اللي هو بيدعوها. الراجل القبنجي قال لك مثلا أنه دي كانت حاجات يعني موجودة في وقت محمد وموجودة في القرآن، والنتيجة عن هذا التعليم هو البطولات الخرافية الإسلامية اللي احنا سمعينها واللخبطات اللي موجودة في عصرنا الواقع النهاردة، ولا يمكن انها تكون اشياء نعيش بها النهاردة. لان القانون العالمي يعني الطبيعي مثلا في قانون بيقولك تتعامل مع الأسرى ازاي، ما تقدرش تقتل اي حد على مزاجك، تبقى مجرم حرب. انا حطيت
سؤال على الفيسبوك بقول كده ايه في رأيكم البطولة، ايه هي البطولة؟ فالردود اللي جاتني الحقيقة كان بعضها محير وبعضها محزن جدا. واحد بيقولك البطولة هي خالد وعثمان وعمر وكذا، توقعت ده طبعا جدا. البطولة هي اننا نفتح اوروبا بالاسلام، البطولة هي الرجولة، البطولة اننا نقتلك، بيقول لي انا البطولة ان احنا نقتلك، هذه هي البطولة في نظر المسلم، انه يقتل واحدة زي بتقول الحق، لكن انك البطولة هي انك تفكر وانت بتسمعني النهاردة وتعرف انه الله عايز يديك حرية واختيار. وانا مسامحك على فكرة كل اللي قالوا الكلام ده. الناتج عن التعليم الإسلامي والتراث الإسلامي إنه يتركك بأفكار زي كده، بطولتك أن تضحك آخرا وليس تضحك أولا، دي بطولة ولا ده خبث؟ إنك تضحك آخرا على الناس دي يعني دي شيء في أذية. خليني أقول لكم حاجة، الحرب والقتل وافق عليها محمد ودرب عليها أتباعه، والنهاردة يعني لو اليوم الجرائم دي لو كلمنا عنها نقول دي جرائم وليست بطولات. يعني بطولات محمد اللي بيتكلم عنها التاريخ أو الكتب الإسلامية دي كانت بطولات خرافية، ده كان بيستخبى وراء الناس اللي بيحاربوا اللي بيحاربوا معاه، حتى الستات كانوا بيدافعوا عنه في الحرب، دي ما كانتش بطولة ولا أي حاجة، أصحابه حاولوا إن هم يقتلوه. خلينا نتكلم عن المعنى الحقيقي للبطولة. البطولة تتطلب الشجاعة، تتطلب التضحية، وتتطلب إنكار الذات، زي الأم كده، الأم اللي تربي وتحمي هي الأم اللي تدرب وتعلم، دي بطلة، اللي تعلمك إزاي تعيش حياتك وتكون معطي مثلا، دي أم بيتقال عليها بطلة النهاردة لأنها علمتك أدوات تعيش بها حياة كريمة تكرم الله أولا مش نفسك. البطل هو من يرى الآخرين قبل نفسه كما يعلمنا الكتاب، أحب قريبك كنفسك. البطل هو من يعرض ما له على الآخرين، يعرض ولا يفرض، والكتاب بيقول كده في كل شيء أرأيتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، علشان دي حاجة ربنا عايزنا نعملها على طول مع بعض. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. البطولة هي أنك تمد إيدك لمن سبب لك الألم بنفس المحبة التي تقدمها لأحبائك. البطل الحقيقي شجاع ومضحي، يعطي فرصة للآخرين في حياة أفضل، وهذا هو المثل الحقيقي للبطولة، السيد الرب يسوع المسيح اللي قدم نفسه ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل. قصب مردودة لم يقصف، رجل سلام احتمل أوجعنا، حمل خطايانا ليعطي لكل من يؤمن به حياة، ويحول حياة كل منا إلى بطولات مركزها شخصه هو ومش أنت. فليقل الضعيف بطل أنا في المسيح، فتصبح مصدر بركة لمن حولك. إلى اللقاء.